السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة استثمار ربح نت. اليوم جئت لكم بخبر هام للغاية، لأن هذا الخبر يعتبر بمثابة تحذير وتحذير بالغ الأهمية. وقبل أن نذهب إلى الموضوع، إذا أعجبتكم القناة فقوموا بالضغط على اشتراك وتفعيل خاصية الجرس والضغط على خاصية الجرس ليصلكم كل جديد، والذهاب والتعليق على الفيديو وترك لايك جزاك الله خيرا، أو الذهاب إلى مدونة استثمار المغرب استثمار وربح عن طريق النت. كما ترون فيها كثير من الشروحات والفيديوهات. إذا نذهب إلى الموقع. الخبر هو أن البيتكوين ستقوم بانقسام في الشهر المقبل، في الشهر المقبل. وقبل أن تنقسم وقع هبوط حاد في العمولات. إذا العمولات قامت بهبوط حاد فائق خطورة. إذا النصيحة التي أنصحكم بها هي تحويل البيتكوين إلى دولار أو أورو وانتظار ماذا سيحدث. وإذا أردت المغامرة فيمكنك شراء بيتكوين كاش وانتظار حتى نرى إذا كان البيتكوين كاش. المعدنون يدعمون البيتكوين أصلي أو البيتكوين كاش. وما معنى البيتكوين الأصلي والبيتكوين كاش؟ بمعنى BCC. إذن البيتكوين الأصلي هو العادي، هو الذي اشتهر وغلى ثمنه وقفز إلى حتى 3000 دولار للبيتكوين. والمعدنون كل سنة يقومون بتحديث البلوكشين تاعو، يعني الكاب تاعو. كل سنة يقومون بالتحديثات. أما البيتكوين كاش فهو له منصة عالية الدقة وعالية الجودة، وقاموا باستفتاء وقاموا بموافقة بأن يجددوا المنصة ويحدثوها. ولكن اليوم قمت بزيارة منصة التداول، ورأيت أن جميع العمولات من ارتزات قد سقطت سقوط خطير. وظهرت هذه العملة ستبدأ إن شاء الله في 1 شهر 8، وديك الساعة نشوفوا واش المعدنين يمشيوا مع هذا البيتكوين كاش، يدعموه ولا يدعموا البيتكوين الأصلي. إذا دعموا البيتكوين كاش فهذه العملة ستقفز من 446 دولار إلى 2000 دولار وما فوق، والعملة الأصلية ستقوم بالهبوط. إذا لكانت عندك البيتكوين الأصلية من هنا لشهر واحد لكانوا دعموا البيتكوين كاش،
تخسر واحد الخسارة فادحة، يعني البيتكوين الأصلي ما يولي يساوي والو، غيهبط حتى $500 $400. ولا قاموا بالدعم الأصلي هيزيد إن شاء الله، يزيد القدام ويولي يوصل حتى $5000 $6000. إذا النصيحة من عندي أنايا، قوموا ببيع البيتكوين لديكم وقوموا بانتظار حتى نرى ماذا سيحدث، وعدم التداول في العملات الباقية لأنهم مرتبطون ببيتكوين، ونرى أن البيتكوين إذا صعد صعد وإذا نزل نزل، وهذا كل شيء، ونلقي نظرة على العملات كما ترون جميع العملات هبطت سقوط خطير، مثلا هذه العملة إيكو سقطت بصفر 9.96، وهذا الاتيون هبطت هي بزيكاش، هنا هي زيكاش، زيكاش هبطت 12%، بيت شير هبطت 23%، جميع العمولات كما ترون كلها هبطت بدون منازع. اذا روبل تاهي هبطت، اللايت كوين هبطت كانت 45 ولا 41، الايثيريوم 203 وغاد مازالت هبط تولي تل 180 170. اذا بقى 6 ايام، انصحكم ان تحولوا البيتكوين لديكم الى الدولار او الاورو، وهذا كل شيء في كل شيء لدي، وإن شاء الله نرى ماذا سيحدث، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.